وحكروا هذا الساكة كعب بارين يا حرق الشرع درلا لقول كعيح اللي باب كمدا دولا هاي جو كيلا لا تسوى حرقد يا حرايا جود وواحدة قرصوا كتر سن إنه شرع جبال مري كم هي عفاين حسب اللي قد هعايو كل شيء الصومالي لان أولو كلا قيبيو ننتظر كعايا أما ما لحد يا عيات الصومالي لان عايا لقول شيء جو مشاهد قرن هذه أكبر الإسلام وما توبلوين وحوي وشركي قولي إن حي أفراد حسب قبضري وحلاها مبروك بالله أولا سيدا شرفت لي من قال لسبوه ذي بدي أيار لي أهي وحكرون هذا الأرساكة كعم بارين يا حريق الشرعي دردا لقول لك عايح اللي باب كم إذا نراها يقا وكي لدا اللي باب محمد أبيب يوسف تاسوا الواجب كيجي دستور قال بقدرني شرع يوم بيسي ورقدي أي صوت ذي الحير لالنتا أو شرع جبال مرتين شرع جبال مرتين أو شرع تونة هو متوابني أو قلوه عد أغلبية ذا كواسحي وحوجي تاسو حرقد يا حرايا جود وواحدة قرصوك كتر سن إنه شرع جبال مرتين حكومة أي تدوات في عشوا حكير أو هدينا وحال كبر قال يا ما كلها هاي إلى شرع جبال مرتين وأنا اللي بعد كتر سن قلها وكل هذا إلى القبر كريم إلى الحكومة الجين كريم إلى وحلوي دي كريم إنه ما تشرع دراو وكل هذا هاي وحكرون عبارين يا دين مدي وقادي كا بوغضي شرعي تولي اللو دي دي تانو عبارين حقودي بلادن مدي لقو بوغري تانو اللو دي دي يدور عبارين يا وحن بيد الله قول وينين القادو دل كسبت القوبة هاي هاي ميل كستبا قول كستيا ميل كستبا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم مشرح أحمد حويني مشرح أحمد حويني كحيقين هوغان كحسبيقا مرتي شرفتا وديقا وين إقران كسومالي لان عبد القادر حاجي إسماعيل شردي قدومي كحيقين نادا حسبيقا رمان مسؤولين يوم مرتي شرفتا وحب السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهو الرئيس وحنو مهد نقيا عندك سوى كسوى شغيسي شركان غروفة بضلة يسوى قبا قابستي تعب كبدن رنتي قليسي hanu ma hadna qaya gudoomiyaha golaha dhexe hoyno shirkani qabsoomo qayb weyn ku tii ka aha waxaanu ma hadna qaya xogaha guud oo isaguna qayb weyn ka aha inuu shirkani noo qabsoomo dhamaan halwadeenada xisbiga saxaafada madaxa banaanka war ma hadna qaya maanta waa maalin weyn oo maalin aan xaqiijinayno musharax madaxweyne iyo musharax madaxweyne ku xigeen ee xisbiga wadan yeelanayo oo loo cusboonaysiiyo mar labaad يلا أيامها أما بيشة بلا صوت صعدة أو أي كارثة هاي دوري اللي إحنا كعيشوا سر رسمي أو نقطة هنا من الحوينا كجمهورية الصومالي لان يا من الحوينا كحياة كجمهورية الصومالي لان عبد الرحمن محمد عبد الله عيرو يا محمد علي وعدي قرك الصومالي لا واحد سوق يا مالي تودا قرك الصومالي لا واحد سوق يا قربة كودا قرك الصومالي لا واحد سوق يا سيدي هاي دل كان يدل كان وبد بعدين لها هاي هرمركا يدودع رمركي أروبا هنرين هيكسنو تبودع إنك جي ميداي أحس بيك كل مية يوم الأحوال موسى بيها عدي عيدل كانوا جيستين رجي كبت بعد اللعابة حد يجينا إن الله بدأ بلوت كبعد حد يلا يرادو سومل أنا وهو بشارو أنا جوا حنا فيك أحس بيك وطني وحنا فيك أحس بيك وطني أو رجال الشعب كسومالي لنا وحنا فيك أي حزب جوه ذا شركة سومالي لأن تد كده يدل كده إسكو عين تهدا كتالينا يا كم هي عفاين حزب اللي قده عايو بلش السومالي لأن أولوك على قيبيو كم هي عفاين حزب نتد كعايا أما ما لحد يا عيات السومالي لأن عايا لقوش يا جم مشاهد قرن مشاهدين تكويا إنه قانة لو تقلم يا لقاه لي مين هاي شلي واحد أركني مدحوينا ونك الصومال لا شعب كذا في لقادية علماء ذا في لقادية المسؤولين ذا في لقادية إن أقولها وحكم ذي هاي ومشاهدين تي مشاهدين تا أمي أنا كرك كواين أمي أنا كواين حسبك الصومال حسبك وطن يا لقمة عايا مدحنا الصومالي لا حسبك واحد وطن بهويت الصومالي لا
waxaa uu isku hayaa dhammaan shacabka waxaan doonaynaa xisbigan inuu u gurmado dhammaan lixda gobol ee dalka gobolka maqan ee naga haray ee xukuumadda kulmiye reebtay inaynu ku soo celinno soomaaliland xayndaabkiisii waxaynu ognahay in khayraadka dalka horumarka dalka ee dhaqaalaha dalka halka lagu bixinayo inaan loo sinayn kamu hadal wax horumar la yidhaahdo waxa uu kala hadlay qaranka difaaciisa waxaan leeyahay madaxweynuhu qaranka ma difaaci kare waxa difaaci doonaa difaacayna xisbiga wadani oo qayb way ka ahaa in qaranka la difaaco waxa uu tagay boorama kulmiye inaanu xushoon baan idiin sheegayaa markii toddobaad waxay dhagax dhigeen airbootka gobolka magaalada boorama xataa kama xishoodaano ma yidhahaan sanadkii horead dhagax dhigteene balkan ka daayo ciidniga ma yidhaahdaan sanad kasta dhagaxii bay ku celiyaan dalku sidaas uu wada hadhsan yahay waxaan ugu baaqayaa shacabka soomaaliland uu sheegayaa oon ugu bushaaraynayaa ayaama kooban baa inoo hadhay bushaaradiinu sano waa inuu yimaado cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi codkana waa inaynu u wada qaado oo aynu wada sino labadaa musharaxayn maanta halkaa ku cumaamadina haddii la yidhaahdo soo dooran mayno diyaar ma tihiin ma bedelaynaa kulmiye aad baad maadsantahay